وصل المسلمين إلى مدينة تستر التي تحصن بها الهرمزان، ومدينة تستر محاطة بأسوار عظيمة، وبعد الأسوار كان محفور خندق مليء بالماء، وشكل هذا السور والخندق هم عند جيش المسلمين، فكيف سيتجاوز المسلمون الخندق والأسوار العظيمة؟ وكل شوي بيطلع جندي من أقوى جنود الفرس للمبارزة، وكانت هذه المبارزة تنتهي بحرب وصدام قوي بين الفرس والمسلمين، حرب شرسة. واستمر الحال والحصار للمدينة 18 شهرا، وكل مبارزة تنتهي بمعركة، حتى وصلوا إلى 80 معركة في 18 شهرا. تتخيل فكيف كان الأمر؟ كان الأمر مهلك للمسلمين وللفرس، ولكن المسلمين كان معهم ميزة الذي وصى عمر ابن الخطاب أبا موسى الأشعري بأخذه معه، ميزة أدى أداء منقطع النظير، قتل وحده بالمبارزة 100 من جيش الفرس، فصار الفرس ينتابهم الخوف من ميزة. كل ما يخرج أحد من الفرس للمبارزة كان له ميزة بالمرصاد، يعني مستحيل مستحيل إنه الجندي الفارسي يعود حي إلى المدينة. فأدرك أبا موسى سبب توصية عمر بن الخطاب بأخذ مجزأة، فقرر المسلمون أن يهجموا هجوما واحدا، إما ننتصر يا إما خلاص تخلص، يكفي انتظار 18 شهر. فهجم جيش المسلمين وبدأ جيش الفرس خارج الأسوار بالانسحاب إلى داخل المدينة، وأغلقوا الأبواب، وصعد جيش الفرس على الأسوار وأخذوا يرمون المسلمين بالسهام، فازداد المسلمون سوءا، وبدأ المسلمون يتسلقون على الأسوار أي على أسوار المدينة، فانصدم الفرس فأخذوا يفكرون بكيفية إيقاف المسلمين، فصنعوا سلاسل في نهايتها خطافات وكلاليب، وأخذوا يحمونها على النار، كل من اقترب من المسلمين من رأس السور يضربونه بالخطافات والكلاليب، فتدخل في جسم المجاهد ويسحبونه لتقطيع لحمه. رغم هذه المناظر العنيفة والعذاب الذي حصل لجيش المسلمين، لم يستسلم المسلمون، بل أخذوا بالتكبير والشراسة بالقتال، ويدعون الله بالفرج والنصر، دعاء مستمر، وقلوبهم مليئة بالإيمان. فحل الليل وخرج أبا موسى يناظر الأسوار ويتأمل، ويناظر هذا السور العظيم ويدعو الله، وهو يناظر السور وإلا بسهم منطلق بالهواء نحو أبا موسى، فسقط عند رجول أبو موسى وإلا بالسهم فيه ورقة. فأخذ أبا موسى الورقة، فكان فيه كلام فارسي، وكان في جيش أبو موسى أناس يعرفون الفارسية، فكان فيه: أني وددت بكم يا معشر المسلمين، وإني استأمنتكم على نفسي ومالي وأهل بيتي ومن تبعني، ولكم علي أن أدلكم على منفذ تنفذون منه إلى المدينة. ففرح أبا موسى وكتب لهذا الشخص أمانا لصاحب هذا السهم، ورمى بالسهم إلى الاتجاه الذي جاء منه السهم، فتسلل هذا الشخص المجهول في وسط الظلام إلى جيش المسلمين، وقابل أبا موسى فقال: نحن من سادات القوم، وقد قتل الهرمزان أخي الأكبر، وتعدى على مالي وحقد علي، فأصبحت لا أأمن على نفسي وأولادي وأهلي، وعلمت أنكم قوما أهل عدل، وسأدلكم على منفذ سري لا أحد يعلمه يوصلكم إلى وسط المدينة، فابعث معي شخص جريء وقوي ويعلم السباحة ويحفظ الطرق. فنظر أبا موسى الأشعري إلى الجيش فنادى مجزأة، واستشاره بمن يبعث منه من الجيش، فقال له: أنا هو. فقال له أبو موسى: احفظ الطريق، واحفظ طريق باب المدينة، واحفظ مكان الهرمزان، يعني حدد لي مكان الهرمزان بدقة وباب الحصن. فانطلق مجزأة مع الرجل إلى أن وصلوا إلى نفق مليء بالماء، فكان النفق يوسع مرة ويضيق مرة، مرة يمشي مجزأة، ومرة ينحني، ومرة يسبح سباحة،
وخرج مع الدليل الفارسي وإلا به وسط مدينة تستر، ودله لمكان باب المدينة ومكان الهرمزان. فنظر ميزة فكان الهرمزان مكشوف لميزة، فضغط على السهم يعني الهرمزان قتله بيد ميزة، ولكن تذكر ميزة أن أبا موسى وصاه بعدم قتل الهرمزان فتوقف. وكل هذا قبل الفجر. ورجع ميزة إلى أبا موسى الأشعري، فكان أبو موسى قد جهز 300 مجاهد المهرة الشجعان يعرفون السباحة، وجعل ميزة على رأسهم وأميرهم، وأمرهم أن يتخففوا من ثيابهم، وقال لهم أبو موسى: أول ما تصلون كبروا بأعلى صوت لنعلم أنكم وصلتم لوسط المدينة، لنقتحم الأسوار بنفس اللحظة، جزء منكم ينطلق ناحية الأبواب لتفتحوها، فيكون الهجوم من الداخل ومن الأسوار ومن الأبواب، يعني هجوم ثلاثي مركب. وأمرهم بالانتظار وانطلقوا بعد صلاة العشاء. وأخذ المجاهدون في دخول النفق واحد يتبع الآخر، وبقوا يصارعون داخل النفق ساعتين، ولم يصل من النفق سوى 80 مقاتل، والباقي ماتوا اختناقا. تخيل معي يا رجل، وهجموا فجأة على حماة الحصن خاصة باب تستر، وهم يكبرون ويضربون بالسيوف، فأعطى أبا موسى الأشعري الإشارة بالهجوم، فانطلق الجيش على الأسوار وعلى الأبواب وهم يكبرون، والمجاهدون في وسط المدينة يكبرون، فالتقى التكبير والتكبير وحميت الحرب. وميزأ يبحث عن الهرمزان، فلمح الهرمزان وهو يقاتل، فقفز عليه ليضربه ولكنه اختفى فجأة. جاءت موجة من المقاتلين الفرس وأخفوه، وميزأ يقاتل وعيناه تبحث عن الهرمزان، فلمحه مرة ثانية فقفز عليه بالسيف فضربه الهرمزان، فسقط ميزأ شهيدا، وقتل أيضا على يد الهرمزان المالك بن براء. واستمر القتال إلى أن أذن الله بالنصر، وأسر الهرمزان وأخذ إلى المدينة المنورة تذليلا إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فلما أقبل على عمر فناداه عمر من بعيد: يا هرمزان، كيف رأيت وبال الغدر؟ فقال له: يا عمر، إنا وإياكم في الجاهلية كنا نغلبكم، إذ لم يكن الله معكم ولا معنا، فلما كان الله معكم غلبتمونا. فقال عمر: فما عذرك في انتقاضك مرة بعد مرة؟ قال: أخاف أن قلت أن تقتلني. قال: لا بأس عليك، فأخبرني. فاستسقى ماء فأخذه، وجعلت يد الهرمزان ترعد. قال: ماذا بك؟ قال: أخاف أن تقتلني وأنا أشرب. فقال له عمر: لا بأس عليك حتى تشرب. فألقى من يده فقال: ما بالك؟ أعيد عليه الماء ولا تجمع عليه بين القتل والعطش. قال: كيف تقتلني وقد أمنتني؟ قال عمر: كذبت. قال: لم أكذب. فقال أنس: صدق يا أمير المؤمنين. قال: ويحك يا أنس، أنا أؤمن قاتل ميزأة والبراء بن مالك، والله لا تأتينني بالمخرج أو لأعاقبنك. قال: وإنك قلت لا بأس عليك حتى تخبرني، ولا بأس عليك حتى تشرب. وقال له ناس من المسلمين مثل قول أنس. فأقبل عمر على الهرمزان فقال: تخدعني، والله لا تخدعني إلا أن تسلم. فقال الهرمزان: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وللهرمزان قصة أخرى تتعلق بأبي لؤلؤ المجوسي، نحكيها في حلقة أو لقاء قادم.